بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمير الحسناوي، أستاذ اللغة الإنجليزية. اليوم عندنا الدرس الثالث في الوحدة الثانية، if الشرطية، second condition، if بالحالة الثانية. قاعدة if في الحالة الثانية تتكون من الأداة if، ماضي بسيط، جملة فعل الشرط، والجملة الأخرى اللي هي جواب الشرط فاعل الفعل would أو could أو might زائد الفعل مجرد. هاي كلها شنو؟ جواب الشرط. قبل ما نبدأ بالأمثلة، شنو فائدة هاي الحالة؟ شنو فرق عن الحالة الزيرو الصفرية والحالة الأولى؟ الحالة الثانية تعبر عن أشياء أو أحداث صعب حصولها، من الصعب، ممكن لكن صعبة جدا. خلينا ناخذ بعض الأمثلة. If I had a lot of money هاي جملة فعل الشرط. If I had a lot of money I would buy a house. فاعل would زائد فعل مجرد. من طبيعة الجملة هذا الشيء بالنسبة للمتكلم صعب حدوثه، لأن نستخدم حالة if الثاني. ممكن طالب يسأل يقول أستاذ ممكن يصير if بالوسط؟ أي طبعا. I would give you the answer. I would give you the answer if you asked me yesterday. هنا نلاحظ الجملة if شو فعل الشرط بمن؟ بالزمن الماضي البسيط. جملة جواب الشرط جت بالبداية I would give the answer. I would give the answer if you asked me yesterday. نعيد جملة if كن وراها ماضي بسيط، والجملة الأخرى بها would أو could أو might. الآن كيفية مجيئها بالامتحان، سواء الوزاري الشهري إلى آخره. هاي الحالة من حالات إف لابد من وجود علامة تدل عليها. شلون يعني؟ مثلا هذا المثال: If you told me about the picnic I come with you. هنا أنا أقول لك correct the verb. نجي هنا if you told، هذا الفعل ماضي بسيط. بحالات if ما عندنا جملة فعل ماضي بسيط إلا بحالة ثانية. إذن هاي حالة شنو؟ I would come. منين عرفتها؟ من تصريف الفعل told. ممكن يجي العكس طبعا. مثلا if he فراغ pass the final course he would, or let's say could,
he could join the College of Law. أيضا correct the verb. هنا لازم تلاحظ عزيز الطالب could زائد فعل مجرد. إذن هاي الحالة حالة if الثانية. جملة if بالحالة الثانية لازم الفعل ماضي، فتحول الفعل past القياسي إلى ماضي. If he passed the final course he could join the college. لاحظ اكو بعض الدلالات الواضحة اللي تساعدك ممكن بتحديد الزمن الماضي البسيط. اذا لقيت بالجملة yesterday او last زائد زمن last week last month اوكي او زمن زائد ago 10 minutes ago, 1 hour ago. هذن الدلالات يدلن على جملة فعل الشرط اللي هي جملة بالماضي البسيط. مثلا إذا قلت if he know about the problem yesterday he could solve it. هنا إضافة إلى علامة could زائد solve تدل على الحالة الثانية. أكو علامة واضحة إن الزمن الماضي البسيط. هذه العلامة ممكن تساعدنا نحول الفعل نو الى الماضي اللي هو شنو نيو. اعيدها بشكل سريع من البدايه. السكند كونديشن حاله اف الشرطيه الثانيه. جمله اف الشرطيه الثانيه يجي وراها ماضي بسيط فعل الشرط جواب الشرط جمله بها would could او might زائد فعل مجرد. If I had a lot of money, I would buy a house. زين. I would give the answer if you asked me yesterday. هنا الإف بالنص إجا وراها فعل ماضي زمن الماضي البسيط وقبلها would زائد فعل مجرد. بالمزاري يعطيكم وحدة من الجمل المحلولة وينطي الجملة الأخرى ما بيها حل. فوحدة من الجمل تدل على من؟ تدل على الجملة الأخرى. هاي الجملة بالماضي إذا حالة إف الثانية أقول I would come with you. جملة الثانية مثال ثاني If he passed the final exam he could join. من could زائد join إذن ها شنو الحالة الثانية. أحول الفعل pass إلى ماضي. وممكن يجي دلالات الزمن الماضي البسيط اللي هن yesterday, last أو ago. هذين الحالات ممكن يساعدنك في معرفة زمن الجملة اللي هو ماضي بسيط والجملة الأخرى هي could solve. هذا الموضوع بتمارين مهمة بالاكتيفيتي بوك اللي هنا بي وسي صفحة 55 و 56. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المقطع الآخر على حالة إف الشرطية الثالثة. شكراً.